سيمبا هي بربع نهائي دوري ابطال افريقيا. حوار الذهاب في السادس، مباراه العوده امامنا طاقم تحكيم اللقاء بقياده اسم الزامبي جاني سيكازوي. سيمبا اوكوي الاوغندي يتعدى يطلب كره خطيره خطيره، اوكوي والهدف الاول. الشيل الاوغندي ايمانويل ارنولد اوكوي يباغت فريق مازيمبي ويباغت الحارس سيد مبكر جدا. هام هام جدا هذا الهدف اللي سجله اوكوي، يراوغ الحارس بوو وامام شباك خالد. رامي التماس وجايا موليكا طويلة كرة والاستلام. بقيت الترجي ذهابا في قسنطينة 3-2، ثم الوداد سيستضيف حوريا كوناكري وتبع هذه الكرة. استلام تريزار في الشباك، كرة دائما لفريق مازيمبي التنفيذ من سين ثلاث مناسبات 2009 2010 و2015 متحصل في 2016 و2017 والسوبر الافريقي في ثلاث مناسبات. تريزار يبعد على كوليبالي، موليكا خطيره كره، مانولا قبل لوبومباتشي، لكن سيناريو غير منتظر بالمره في ظل هدف هذه كره. هدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل لمازيمبي تشونغو دقيقة الثانية، وتشونغو عدل. شوف ارتباك في عملية تبعات الكرة، معاه في المتابعة مسألة الكرة. موليكا ويخرج مانولا، بدأ يدخل وغل من ميتشي إيليا، نجح في لمس الكرة قبل تشوكو، ولو أنه من خلال الصورة الكرة كرة في وسط الملعب. تريزار يتعدى أوتشايا، أوتشايا يبعد على كوليبالي العظيم، والتدخل من الدفاع صنع الفارق في أي لحظة فريق مازيمبي. التوسيع من أوتشايا والدفاع مسألة الكرة الثانية. إيمانويل أوكي أوشي كوليبالي، كوليبالي قبل أوتشايا، التوسيع ومونديكو في التغطية وتشونغو. كرة هجوم خطير، تريزار تريزار حط كرة إيا إيا يدخل منطقة الجزاء. التصوير وتصدي مانولا إيليا، شوف التمريرة كانت من تريزور بوتو، توغل من إيليا والتصوير. كذلك كاباغناغو، هذه الأسماء الموجودة، دخول من إيليا، إيليا ولا تبثل، خطأ من كل إيليا ما يضيعش. هذه دية الإيفواري تشتعل مدرجات ويضيف الهدف الثاني. هذه الإعادة، شوف الخطا، مراوغه تجاوز، هذه نهايتها. كوليبالي تريزور سيرا سينكالا مع ميتشي، التصويب ميتشي مسارت مسارت. تريزور عطي كره ايليا، ايليا والعرضه والعرضه من تريزور مبوتو، خطا ضعيف ضعيف دفاع سيمبا. ترجع كرة الإمكانية لبوكو راس المرمى، نيوني في الدفاع 18 26 في المحور. تشوكو نتابع هذه الكرة، كوليبالي والإبعاد من الدفاع من تشونغو. إمكانية التصويب لا يخير، يلعب لإيسا مامبيكو، يدخل منطقة الجزاء خطيرة كرة، والتدخل مانولا يغلق وسط الملعب. كودي كودي يبدو لي دخل تشاما، عطاش طويلة كرة من غير مشاكل بعيدة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لمازيمبي. كل المباريات ستكون بتاريخ 21 جوان. هذه كرة، هذه كرة، كرة ما تعداش ميكا، لكن الحكم سيكازوي ياك مرفوعة، كرة ترجع بالراس من كوليبالي. دائما لفريق مازي دخل 14 كاغاري مكان ياسين، ودخل تشاما مكان شوكو، وكرة أخرى ثالوث في فريق مازيمبي. قلب الدفاع تشونغو، هذه كرة جاكسون موليكا، موليكا والدفاع
محمد جود موليكا موليكا إمكانية الانطلاق من إيليا وضربة المخالفة ممكن الانذار ممكن أو تريزور مبوتو وتشايا يرفع كرة مباشرة إلى خارج أرضية الملعب جاكسون موليكا موليكا يدخل منطقة الجزاء التصويب والهدف الرابع الهدف ماسيمبي عندما يريد شوف شوف كرة يدخل منطقة الجزاء يفتح الزاوية باليسار ما يخلي حتى فرصة للحارس مانولا جوناس مكودي أعطي كرة لكوليبالي يبعد كوليبالي والتصويب دخول تشاما تراجع الغاني كوتي هذه كرة ما دامش تصل يمشي ميتشاك ميتشاك والهدف الخامس العارضة